عن المسيح قال اللي ما يعرفنيش مش هيدخل السماء. خلينا نبتدي بالنقطه دي، لان فعلا احنا ما نقدرش نطلع بره كلام ربنا يسوع. هي السماء دي بتاعت مين؟ السماء دي بتاعت ربنا. وربنا زي واحد صاحب بيته، بيت ما ينفعش واحد يدخل البيت ما يعرفش صاحبه، ما هو اساسا مش هيدور على البيت ده. يعني تصور واحد عنده قصر، مين اللي هيبقى عاوز يدخل القصر؟ ناس يعرفوا صاحب القصر وداخلين معاهم كارت مثلا، او معاهم دعوة، او معاهم معاد، فجايين بيتكلموا بيقولوا احنا في معاد مع صاحب البيت. في الكتاب المقدس يسمي الملكوت ملكوت ابن محبته، والمسيح نفسه سمى الملكوت مملكتي. طب واحد ما يعرفش الملك ولا عمره فكر في الملكوت يدخل الملكوت غصب لمجرد ان اخلاقه عالية؟ هو اساسا معاش بالاخلاق العالية عشان يدخل السماء، ما فكرش فيه، هو عاش باخلاق عالية او بسلوك كويس لمجرد انه انسانيا هو شايف ان ده حياة افضل. لكن طول ما هو عايش، وان كان في العهد الجديد اتعرض عليه ملكوت السماوات، اتعرض عليه الايمان بالمسيح ورفضه، وظل يسلك سلوكا راقيا اخلاقه كويسة، الحقيقة هو ما طلبش الملكوت، ما ينفعش ياخده. هياخده ازاي اذا ما كانش بيحاول يسعى في اتجاهه؟ واذا كان ما حاولش يتعرف بالملك او يقبل هذا الملك صاحب الملكوت، يبقى فعلا من المنطقي انه حتى لو واحد اخلاقه كويسة لكن ما حاولش يوصل السماء ولا يؤمن بالمسيح، يبقى طبيعي ملوش مكان في السماء، وما يبقاش ظلم من ربنا. في المقابل كل اللي هيطلب الملكوت او هيطلب الملك، السكة سهلة بالنسبة له. افتكروا اللص اليمين، اللص اليمين ده انسان عاش حياته بعيد عن ربنا، لكن في لحظاته الاخيرة صدق في الملك والملكوت، لانه شايف اليافطة اللي فوق الصليب بتقول هذا هو ملك اليهود، وعارف انه ملك مش من النوع الارضي، وسمع تلاقيه عن معجزاته، وبعدين شاف الوداعة والبساطة والنقاوة والقداسة اللي في المسيح اللي يعني بيتريقوا عليه وهو بيقول اغفر لهم يا أبتا. فقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. واحد طلب الملكوت، واحد صدق في الملكوت، واحد سعى للملكوت، خلاص ده ياخده لأنه طلبه وسعاله وصدق في الملك صاحب الملك أو الملكوت. لكن تاني أقول السماء بالنسبة لنا مش سماء الطيور، احنا مش بنقول الناس هتطلع تبقى عصافير ولا نجوم بالمعنى الحرفي. السماء كملكوت السماء هي مملكة الله الدائمة الأبدية الخاصة بالله وكل أولاده. واحد ما كانش ابنه طب هيدخل ازاي؟ بغض النظر عن الأخلاق، ده شق. شق آخر، حكاية الأخلاق دي موضوع نسبي جدا. ليه؟ لأنه الأخلاق في العالم مرتبطة بالتربية، مرتبطة بالمجتمع، مرتبطة بالحضارة، مرتبطة بالثقافة، مرتبطة بأمور كتيرة أوي. في ثقافات في العالم بالنسبة لهم مثلا أكل لحوم البشر ما يعتبرش خطية، وممكن يعتبروا إنسان أمين في شغله، لكن من أكل لحوم البشر هتعتبر ده أخلاقه عالية عشان أمين في شغله وهو عنده تجاوز فظيع؟ في المجتمعات الغربية النهاردة يستحلوا الزنا، ما عندهمش حاجة اسمها زنا، كلمة زنا دي مش مقبولة عندهم، ويستحلوا أنه يسقطوا العيال مثلا، واحدة تحبل وتسقط، ويستحلوا أمور كتيرة بما فيها الشذوذ الجنسي، لكن ممكن يبقى في شغله متفوق متميز مجتهد ما يكذبش، فيقول لك ده إنسان أخلاقه عالية جدا. أخلاقه عالية في إيه؟ في بعض الأمور أخلاقه كويس فأنت حاسه إنسان مهذب ولطيف، وفي أمور أخرى مليان فساد ولخبطة يقول لك دي حرية شخصية. فين المعيار اللي هحكم بيه على الأخلاق عشان أقول لا ده أخلاقه كويسة حرام يهلك؟ برضو في كلمة حرام يهلك دي، أنتوا أحبائي فكروا فيها، مين الأكثر رحمة بالبشر، أنا وإنتم ولا إلهنا اللي خلقنا؟ أكيد أنت رحيم وأنا رحيم بالناس اللي زينا، متعاطفين مع بعض،
لكن اللي خلقنا وحبنا وفدانا متعاطف بالأكثر معانا، وده الإعلان الكتابي اللي قال الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون، لا يشاء أن يهلك أحد، الله إلى الأبد رحمته. إذن لا يمكن إحنا نكون أكثر رأفة ورحمة بالبشر، فلو في أدنى فرصة لإنسان أنه يوصل السماء هيوصل السماء. يعني حتى لو أنت قلت ده ما يستاهلش، يمكن ربنا يقول لا ده يستاهل. لكن بصوا من زاوية أخرى، طريق السماء طريق واحد وما فيش غيره، والمسيح قال أنا هو الطريق. طيب لما واحد ياخد سكة تاني، ربنا يفضل يقول له بس ما فيش غير السكة دي، هو يقول له لا أنا هروح من السكة دي. يا حبيبي السكة دي بس اللي توصل، يقول لا معلش أنا هجرب السكة دي. طب وبعدين؟ عشان كده احنا بنقول الخلاص يبدأ بالإيمان، بدون إيمان لا يمكن إرضائه. من غير إيمان كل الحياة الروحية أو الحياة المسيحية ميبقاش ليها وجود ولا معنى، لأن الإيمان هو أساس العلاقة بالله وأساس العلاقة بالحياة الأبدية. أما حكاية الأعمال فده موضوع نسبي جدا، لأن اللي انت شايفه إنسان صالح في وقت، أولا صلاحه ده نسبي وصلاحه ده مؤقت، انت ما شفتوش في مواقف أخرى ممكن يكون مخطئ ومخطئ بشكل فظيع. خدوا عندكم مثلا موسى النبي قبل ما يبقى نبي، الراجل ده حسب تعبير القديس طفانوس تهذب بكل حكمة المصري، إنسان مهذب، إنسان رائي، تربي في بيت فرعون، إنسان مثقف جدا، إنسان أخلاقه عالية لأنه ما بيقبلش الظلم، فشايف العبرانيين مظلومين تعاطف معاهم. إذن هنا أنت ممكن تسميه أخلاقه عالية جدا. كمل بس القصة تلاقيه مسك واحد قتله، يبقى ما تسميه راجل مهذب وأخلاقه عالية ده مش بعيد أنه في لحظة غضب يغلط لدرجة القتل. طيب مين بقى اللي هيشيل الجريمة دي إما كانش في فكرة الفداء؟ أحبائي الناس اللي بتتكلم عن الأخلاق العالية هم ناسين قضية كبيرة قوي، أنه الإنسان مهما كان بيغلط ويمكن بيغلط كل يوم. ولو أنت مثلا تصور معايا واحد بيسوق عربيته وملتزم بالسرعة وبالمبادئ المرور لمدة 3 أيام، ساق فيهم 10 ساعات مثلا، بعدين كسر إشارة، فالضابط بيقول له أنت هتدفع بقى إيه مخالفة، يقول له ده أنا بقالي 3 أيام بسوق ولا غلطة، أنت هتحاسبني على مرة غلطت؟ ينفع الكلام ده؟ يقول له يعني إيه؟ أنت مش مفروض تغلط ولا غلطة، عليك مخالفة لازم تدفعها، ولو ما عندكش فلوس هاخد الرخص، ولو مخالفة تاني يمكن ما ترجعش تسوق خالص. إذن مش معنى أن في إنسان مش كويس شوية أنه ما غلطش، وكل غلطة بيغلطها الإنسان بتخلي عليه دين حسب تعبير الكتاب. مين هيدفع الدين ده كله؟ من المنطقي كمان أن المخالفات دي كلها هتبقى دين على الإنسان. طب مين هيسدد؟ والإنسان ما يقدرش يسدد لأنه غلطان في حق ربنا. إذن هنا هناك ضرورة للفداء، لفكرة المسيح المخلص اللي بيدفع الدين، بيسدد مديونية البشر مهما كان شكلهم صالح، هم مش صالحين على طول، وهذا الصلاح نسبي جدا ويخفي وراءه فساد، لأن حسب تعليم الكتاب الجميع زاغوا وفسدوا. إذا لما يجي سؤال يقول أنا شايف إنسان فاضل مستخسر إنه يروح جهنم، عارفين الرد المقنع الحقيقي إيه؟ طب الحق كلمه عن المسيح، وصله للسماء، حطه على طرائق الملكوت بدل أنت مستخسره. ما تقعدش تتفرج عليه وتقول طب ما هو خسارة يهلك، هيفا اللي خسارة يهلك، ما هو ما فيش طريق للخلاص إلا المسيح. يبقى حاسب يكون شعورك ده سلبي، يعني أنت متعاطف لكنك واقف تتفرج. لا، الطبيعي أنك أنت تقول طب ده على زقة، ده هي شخصيته الحلوة وأفكاره ومبادئه دي تخليه أقرب إلى الاعتراف بالمسيح والإيمان به. وده اتفق مع قصص الكتاب، زي مثلا شخصية كرنيليوس. كرنيليوس قيل عنه أنه إنسان فاضل جدا ويصنع صدقات وهو لا يعرف المسيح،
لو كان هناك خلاص بدون المسيح لترك كرنيليوس في طريقه المهذب ولأخلاقه المثالية إنسان فاضل، إنما لأن ربنا شايف إن ما فيش طريق للسماء غيره بعت له ملاك يقول له هات بطرس وهيكلمك عن طريق الخلاص، وجاله بطرس وتعمد كرنيليوس وأهل بيته ودخل الملكوت. ليه؟ لأن ليس بأحد غيره الخلاص، ما فيش خلاص بدون المسيح. لكن لو قلنا أن في ناس أخلاقها كويسة، طب ما كرنيليوس كان بالأولى، أخلاقه كويسة يكمل من غير مسيح وخلاص. قصة أخرى مثلا من العهد القديم، رعوس إنسانة طيبة واتجوزت شاب يهودي وهي أساسا مش يهودية ولا تعرف إله اليهود الإله الحقيقي، إنما ربنا لأن شايفها إنسانة أخلاقها عالية ومثالية دبر تدخل في رعيته في شعبه، أمنت بإله يعقوب بإله إسرائيل وقالت لنعمة شعبك شعبي وإلهك إلهي، وراحت تخدم حماتها وعاشت تحت رجليها فاستحقت أن تدخل في شعب الله واستحقت أنها تبقى جدة للمسيح، وطبيعي وصلت الفردوس. ليه؟ لأنها أمنت، لأنها انضمت لشعب الله. لكن اللي هيلغي الإيمان واللي هيلغي شعب الله أو الكنيسة هو لغى المشروع الإلهي. كل واحد من حقه يقول البيت بتاعي الباب من هنا، لكن ما ينفعش حد يدخل من الشباك. ودي تفكرني بالكلام اللي قاله ربنا يسوع له المجد في مثل الراعي الصالح، قال الذي يدخل من الباب هو راعي الخراف، أما الذي يدخل من موضع آخر فذاك سارق ولص. هذه بالضبط ترد على السؤال بتاع الأخلاق. كل من ينادي بأن فكرة أخلاق الإنسان كفيلة بأن تضمن له حياة أخرى، هو الحياة ده موضع آخر وذاك سارق ولص. يعني إيه؟ يعني سرق الناس من السماء، ضيع عليهم الطريق المظبوط. زي عارفين احنا في بلادنا ساعات نسأل عن إيه وصفة مكان، فيبقى واحد مكسوف يقول معرفش، فيقول ايه يعني يشرح لك سكة وبعدين تمشي وراه تكتشف انك رحت مكان تاني. ما تقول معرفش، المكان ده ما يتوصلوش غير بالطريقة دي. لكن في ناس بتقول اراء اخرى واقتراحات اخرى، الاقتراحات دي ما توصلش. هو في باب واحد والمسيح قال انا هو الباب ومحدش هيدخل الا من خلالي، وإن دخل بي أحد يخلص يدخل ويخرج ويجد مرعى. إذن الدخول بالمسيح يعني الإيمان بالمسيح، الدخول في الكنيسة في رعية الله، الانتماء لشعب الله، البنوية لله، هو ده اللي يخليك تدخل ملكوت الله. لكن حاجة تخص ربنا وانت بعيد عن ربنا، بعد ما تموت عاوز تبقى تبع ربنا ليه؟ ثم العمر كله كان ليك، عادت تقول الأخلاق الأخلاق والسلوك ومش السلوك. طب انت حر، انت بتقترح لنفسك سكة وبتقترح لنفسك علاج ورافض الطريق اللي ربنا اتكلم عنه. حاجة تاني في الموضوع ده، موضوع السلوك والأخلاق زي ما قلنا هو نسبي ومتغير بين كل الشعوب، لكن من زاوية أخرى وجود قانون أخلاق يجمع البشر هو نفسه زي ما قلنا في حلقات سابقة بيشاور ان لابد ان يكون في مرجع لهذا السلوك. يعني ايه؟ لو قلت لي في ناس في بلاد امنا في شغله ما يحبوش الكذب ابدا، حاجه كويسه. عارفين اصل الحكايه ايه؟ ليه الناس دي ما بتحبش الكذب؟ لان هم مخلوقين على صوره الله ومثاله، والله صادق وما يحبش الكذب. ففي حته عدله لسه فيهم ما باظتش من الصوره الاصليه، وفي حته تاني مشوهه زي ان هم يستبيحوا مثلا الجنس، يستبيحوا ظلم الشعوب الفقيرة، ان هم مشغولين بالفلوس ومعتبرين دي حاجة طبيعية جدا ومش غلط. اذا لما تلاقي حتة صح في بني ادم حسب ايماننا المسيحي هي مصدرها الحقيقة ان صورة الله، فبالتالي بالاولى يكمل الصورة ويرجع كل الصورة مظبوطة على الاصل اللي اتخلق عليه، ودي ملهاش سكة الا المسيح نفسه. وهو ده الفكر المسيح. الإنجيل بيعمل فينا إيه؟ الإنجيل بيظبط صورتنا مرة تاني عشان ترجع تبقى شبه ربنا. تعاليم المسيحية مش مجرد شوية أخلاق عالية، لا،
تعاليم المسيحية بترجعنا للأصل اللي المفروض اتخلقنا عليه ونعيش عليه. وعشان كده ايه، لما نيجي ندخل السماء نبقى شبه المسيح، فيبقى طبيعي ان مكاننا مع المسيح الى الابد. حتى في روميا يقول القديس بولس: ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين، والذين سبق فدعاهم، سبق فعرفهم، سبق فعينهم، ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يبقى ربنا بيشتغل مع البشر، وكل اللي يتجاوب معاه يفضل يظبط في صورته لغاية ما ايه يجهزه للسماء، فيقول له تعالى انت بقيت شبهي، تعالى ادخل معايا بقى، يليق بيك دخول ملكوت ابن الله. تاني بنأكد انه مفيش خلاص خارج المسيح، ده اعلان الكتاب المقدس. عاجب الناس مش عاجب الناس دي قضية اخرى، انما احنا ما نقدرش نقول غير اللي قاله المسيح له المجد. لكن لما تتسأل سؤال مباشر، الانسان ده كان مثالي وبيخدم وامين لكن مات وما نعرفش بقى امن ولا ما امنش، بلاش نقول راح فين، احنا هنقول لو كان امن بالمسيح يبقى ربنا عارف يدخله السماء. لكن لو كان رافض المسيح ايا كانت سلوكياته، الحقيقة حسب ايماننا هو ملوش في السماء نصيب، لانه تعليم المسيح من يرفض ابن الله يبقى ملوش نصيب في الحياة الابدية، يمكس عليه غضب الله، تعليم الكتاب كده. موضوع الأخلاق كمان بيلغي فكرة أن الله هو اللي بيغير ويخلص الإنسان، هو بديل للخلاص اللي عمله المسيح. زي إيه؟ الشعب اليهودي من ناحية الأخلاق، لما تقروا تاريخه مثلا من وقت موسى لغاية المسيح 1500 سنة، أخلاقيا هو مش أحسن شعب، بالعكس هو شعب مليان لخبطة، شعب يميل للتذمر، بينسى فضل ربنا، بيقعوا في عبادة أوثان، في إباحية، في زنا، في ظلم، في حروب. إذن هو من الناحية الأخلاقية مش أحسن شعب. لكن ما يميز هذا الشعب كلمة واحدة بس، إنه كان شعب مؤمن في وقت بربنا. بدأ بابونا إبراهيم وده رجل الإيمان، أبو الإيمان، وبقى العهد بين ربنا وأبونا إبراهيم لو ولادك كملوا على إيمانك يفضلوا شعبي، هما ما كملوش، وعشان كده سقط منهم الاسم الجميل بتاع الشعب المختار، وبقينا احنا وكل من يؤمن بالمسيح شعبا مختار. لكن انا بأكد على فكرة ان ربنا ما كانش باصص ان الشعب ده افضل او اسوأ من الشعوب من الناحية الاخلاقية، كان باصص لهم ان انتوا لما تؤمنوا بيه الايمان طبعا يستدعي الخضوع لوصية ربنا، طبيعي اخلاقكم هتتصلح، لكن هتفضلوا شعبي لان انتم متمسكين بيه. يبقى هنا الايمان بالمسيح هو اللي بيسمو بالاخلاق، وهتلاحظوا بقى ان الاخلاق المسيحية والاخلاق اللي من ناحية ربنا تتسامى حتى فوق قاموس وناموس الاخلاق الطبيعية. يعني ايه؟ يعني لو واحد ملوش في ربنا وما عندوش انجيل ومرجعه ضميره البشري هيعمل خير، احنا قلنا ده امتداد لجمال صورة الله المشوهة اللي في البشرية. لكن لو لقى الخير اللي هيعمله هيجي على نفسه زيادة، او هيجي على بيته مثلا، غالبا ما ضميره هيحط له حدود ويقول له لا احنا نعمل خير لكن مش لما درجة نتأذي او نخسر. لكن في تعليم المسيح له المجد، في مثاليات ربنا يسوع له المجد، في النمو الروحي اللي احنا بننمو فيه في اتجاه القداسة، لا احنا ممكن نخدم الناس ونحب الناس ونيجي على نفسنا، ده احنا ممكن نوصل نتشبه بالمسيح ونموت من اجل الناس. ده مش موجود في عرف الناس، ده مش هتلاقوه في اخلاق البشر العادية، لا ده هتلاقوه بقى ايه في الفكر المسيحي بس، لان ربنا يسوع له المجد هو اللي بيسمو بالبشرية إلى هذا المستوى. كمان الإنسان الطبيعي اللي الكتاب قال لا يقبل ما لروح الله، إذا كانت الطبيعة بتحكم، الطبيعة فيها خير، فالطبيعة بتعلم الخير، بتعلم الصدق والأمانة، لأن الطبيعة كمان مخلوقة على يد الله، ففيها يعني نسمة من العلي، فيها رسائل روحية. ف
فالإنسان الطبيعي اللي هنقول عليه إنه إنسان فاضل، هنفترض كده، ما زال مربوط بحدود هو حاططها. يعني إيه؟ يعني مش ممكن يدي لدرجة إنه يفتقر، دي ما شفناهاش إلا مثلا في الرهبانة لأنها فكرة مسيحية. ممكن واحد غني، ممكن ابن ملك، يسيب كل حاجة عشان يعيش أفقر من كل البشر من أجل المسيح. طب ده مش هتلاقوه في فكر الدنيا، هذه المثاليات العالية مش هتلاقوها. مثلا فكر العالم مش هيتكلم في البتولية، البتولية دي درجة أرقى كتير من أي أخلاق عالية في الدنيا، لأنه هنا واحد بيتسامح حتى عن الزواج اللي ربنا سامح به من أجل أنه يعيش مع ربنا ويركز في ربنا. فلما نحط أخلاق العالم وأخلاق المسيح في ميزان، هنلاقي لا طبعا تعاليم المسيح تسمو بالأخلاق أكثر من عرف الناس أيا كانت أعرفه. ده مش بيلغي يا أحبائي أبدا أن في ناس كويسة قوي وفي ناس ضميرها بيحكمها، لكن هذا الضمير البشري له حد، له سقف، والضمير ده ممكن يتشكل، ممكن يبقى مميز في حاجات ومخطئ في حاجات. كمان دي محاولة من الشيطان انه يجعل ضمير الانسان هو حكمه وبعد كده يغير في الضمير براحته، لكن اللي بيحكمنا مش الضمير البشري في الاخر، اللي بيحكمنا ان قاموس الالهي، خطة ربنا، تعاليم المسيح له المجد، رأي ربنا اللي خلقنا، الصورة الاصلية اللي اتحطت فينا اللي هي صورة المسيح، هي دي اللي على اساسها هندخل السماء او مش هندخل. تاني نناقش ونراجع الإجابة، إذا كان في ناس متعاطفة مع بشر بالملايين أخلاقهم كويسة عندهم معاني ومثاليات رائعة، الأفضل بينا كمسيحيين إن احنا نصلي لهم وإن احنا نتسامى بالأخلاق عنهم في محاولة لتقديم المسيح ليهم، لأننا مش هنعرف نطلع برا القاعدة بتاعت بدون المسيح لا خلاص. وعلى فكرة بدل قلنا بدون المسيح على طول امتدادها بدون الكنيسة، لأن المسيح ما يتفصلش عن كنيسته ولا خلاص خارج الكنيسة، ده كان تعليم أبائنا القديسين، لأن الكنيسة جسد المسيح، فلو الإنسان ما بقاش عضو في جسد المسيح مش هيدخل السماء. لو واحد من بره بره كده حتى عجبه المسيح من بعيد، طب ما تعمدش ليه ودخل الكنيسة؟ طب ما تابش ليه وبقى عضو في الكنيسة؟ طب ما بيتناولش ليه ويلزق في المسيح؟ طب ليه مش بيخدم داخل العضوية المقدسة لكل أعضاء المسيح؟ لأن هو ده الكيان اللي امتداده الطبيعي السماء. فما ينفعش أنك تيجي تقول ده إنسان بكامل أعضائه وبعدين طب ليه الإيد التانية دي مش تبعه؟ ما هو الإيد التانية دي ما انضمتش للجسد. الغصن ده شكله حلو بس ما تغرسش في الكرمة، ما دخلش فيها، فطبيعي انه هينشف بعد شوية ويهلك. لكن الكرمة الوحيدة الحية هي المسيح، وكل غصن فيا يثبت يأتي بثمر، وكل ما لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار. اذا لا طريق للسماء الا الثبات في المسيح، مهما تعاطفنا مع البشر وشايفين ناس كويسة يعني خسارة تهلك، خلينا نصلي لهم، خلينا نعيش قدوة ومثاليات أعلى عشان نشهد للمسيح، خلينا نكلمهم عن ربنا يسوع الطريق الوحيد للملكوت. لكن ما ينفعش نقلب الموازين ونقول يبقى كله كويس وكله يدخل السماء ونتجاهل تعليم المسيح. وإلى لقاءات أخرى من برنامجك وسؤال محيرني، لإلهنا كل مجد.